بعد جامع الفناء، بيل وهيلاري كلينتون يتناولان وجبة إفطار تقليدية بوريكا. السلام عليكم ورحمة الله. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وعقيلته هيلاري وزيرة الخارجية السابقة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهما بأحد المناطق بوريكا نواحي مراكش. وظهر من خلال الصور التي تمت مشاركتها بشكل واسع على المنصات الاجتماعية كلينتون وزوجته مع مجموعة من الأشخاص وهم يتقاسمون وجبة مغربية تقليدية مكونة من المسمن والشاي المغربي. وبعد الانتهاء من الأكل التقى كلينتون وزوجته مجموعة من الصور مع أشخاص بينهما امرأتين ظهرتا بلباس مغربي تقليدي، وأعجب النشطاء بالصور التي تم تداولها مشيرين إلى تواضع الرئيس الأسبق لأعظم دولة في العالم رفقة رئيسة الدبلوماسية السابقة لنفس البلد. وكان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته قد حل صباح يوم الجمعة 20 شتنبر في المدينة العتيقة لمراكش مرفوقا بزوجته وأفراد من عائلته تحت حراسة أمنية مشددة. ونشر عدد من أبناء المدينة على حساباتهم على مواقع التواصل صورا لكلينتون في سوق السمارين وفي ساحة جامع الفنا رفقة حليقية وبائعي بضائع من الصناعة التقليدية. وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي السابق إلى مراكش من أجل حضور عيد ميلاد الملياردير اليهودي المغربي مارك العسري يومي الجمعة والسبت، والذي من المرتقب أن يحضره أزيد من 300 شخصية من عالم المال والسياسة من مختلف الجنسيات. وأعربت ساكنة منطقتي إمليل ووريك بإقليم الحوز بالزيارة التي قام بها بيل وهيلاري كلينتون لدوار إكنسان، حيث أكدت أنها ستعيد للمنطقتين وهجهما السياحي قبل حادث قتل السائحتين الإسكندنافيتين. وحسب مصدر محلي ستخلف هذه الزيارة انطباعا جميلا وأريحية لدى السياح الأجانب الذين كانوا يقضون عطلهم بالمغرب بإقليم الحوز وباتوا مترددين بعد الحادث الأليم الذي أثار زوبعة إعلامية. كما أكد البعض من نشطاء مواقع التواصل أن كلينتون وقف على جهود الساكنة هناك التي تنشط في الجمعيات الصغيرة والتعاونيات والتي تقدم مجموعة من الخدمات للأجانب كخطوة منها للتعريف بالتقاليد والشيوات المغربية كما هو متداول. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.